بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 31 بعد 100 من سلسلة دروس كتاب مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح للعلامة الشيخ أبي الإخلاص الحسن بن عمار الشرنبلالي رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله: ولما كان حد المصر مختلفا فيه على أقوال كثيرة ذكر الأصح منها فقال: والمصر عند أبي حنيفة كل موضع أي بلد له مفتن يرجع إليه في الحوادث، يعني في بيان أحكام الحوادث، وأمير ينصف المظلوم من الظالم، وقاض، كلهم هؤلاء مقيمون بها، يعني مقيمون في هذه في هذا البلد، وإنما قال ينفذ الأحكام ويقيم الحدود، قال ينفذ الأحكام ويقيم الحدود، قال هذا احترازا عن المحكم والمرأة. أول شيء، ما هو المحكم؟ المحكم شخص يجعله أشخاص متخاصمون فيما بينهم خصومة، ما يأتون بزيد فيقولون له: أنت حكم بيننا، احكم بيننا بالعدل. طبعا يشترط في هذا المحكم كما قالوا ما يشترط في القاضي، وحكمه عندما أحكم أنا وأنت زيداً بيني وبينك، حكمه ملزم لي وملزم لك شرعاً، يعني لا يجوز لك أن تخالف حكمه ولا يجوز لي أن أخالفه. الفرق بينه وبين القاضي أن القاضي يقيم الحدود والمحكم لا يقيمها، المحكم لا يقيمها. الناس جهلت هذا المعنى، يأتون بزيد يحكم بينهم ثم يخالفه أحدهم إذا ما حكم عليه لصاحبه، يرفض هذا الحكم. فلذلك أنت عندما تكون محكما بين اثنين قل لهما معا: حكمي ملزم لكليكما، وبين لهم أنه لا يجوز شرعا مخالفة هذا الحكم. ينفذ الأحكام ويقيم الحدود. طبعا المراد أحباب أنا بكلمة يقيم الحدود ليس المراد أن يقيمها بالفعل، ليس المراد أن يقيمها بالفعل، فالمراد هنا بقوله ويقيم الحدود يعني أن يكون لديه قوة وقدرة ومناعة وعلى إقامة الحدود، قدرة على إقامة الحدود، وإن لم يقم بالحدود فعلا. الذي ينبغي أن نعلمه أحبابنا: تعطيل الحدود شيء، وهذا إثم كبير، الحاكم الذي يعطل حدود الله ولا يقيمها هذا آثم فاسق وعليه إثم عظيم ووزر كبير. تعطيل الأحكام حدود شيء، والقدرة على إقامتها شيء آخر. هل أنا وأنت ربما نكون، أنا وأنت الآن لسنا قادرين على إقامة الحدود، لسنا قادرين على إقامة الحدود، لأن إقامة الحد لا بد أن يكون صاحبها إماما، وأنا وأنت لسنا من الأئمة. فإذا ما قدر على إقامة الحد
صار الآن الأمير الذي به يكمل معنى المصر. فإذا عطل إقامة الحد كان فاسقا ضالا مضلا، لا بد من وعظه وتأنيبه وإرشاده إلى غير ذلك. إذن ينفذ الأحكام ويقيم الحدود. طبعا هنا أحبابنا لا بد من التنبيه، ليس كل من عطل الحدود فهو كافر كما يظن البعض، لا أبدا. متى يكفر الإنسان؟ ما يكفر الإنسان عندما يرضى أو يستحسن غير شرع الله على شرع الله. عندما يقول، أنا مثلا عندما يأتيني إنسان ويقول لي خصوم بينه وبين زيد، فأقول له الحكم الشرعي كذا وكذا، فإذا به يقول لا أنا لا أريد حكم الشرعي، أنا أريد حكم القانون. فهذا الكلام والعياذ بالله ردة، هذا الكلام ردة والعياذ بالله، يسأل الله العافية. المهم، المراد بتنفيذ بإقامة الحدود القدرة على إقامة الحدود. قال وإنما قال ينفذ الأحكام ويقيم الحدود احترازا عن المحكم والمرأة. فالمحكم والمرأة كل منهما ينفذ الأحكام، ولكن كلاهما لا يقيم الحدود. وذكر الحدود يغني عن القصاص. ما قال ينفذ الأحكام ويقيم الحدود والقصاص، لأن من ملك إقامة الحد ملك إقامة القصاص، فذكر أحدهما يغني عن ذكر الآخر. والحال أنه موضع، أنه إيش؟ أنه أن ذلك الموضع الذي يتحدث عنه بأنه مصر. ما قال المصر هو كل موضع؟ والحال أن ذلك الموضع موضع بلغت أبنيته قدر أبنية منى، وهذا في ظاهر الرواية، هذا تعريف المصري في ظاهر الرواية. قاله قاضي خان وعليه الاعتماد. وإذا كان القاضي أو الأمير مفتيا، كان القاضي أو الأمير مفتيا أغنى عن التعداد، يعني قد يكون واحد يقوم بمهام اثنين أو ثلاثة، لأن المدار على معرفة الأحكام لا على كثرة الأشخاص. وكم من شخص يؤدي مهمة عشرة عنده قدرة على ذلك، وكم من عشرة وعشرين لا يؤدون مهام شخص واحد. لذلك يقول فلان كان أمة يجمع الناس، والناس يجتمعون عليه ويعمل ويفعل فعل الجماعات وليس فعل الأفراد. وجازت الجمعة بمنى في الموسم، جازت الجمعة بمنى في الموسم، يعني أيام الحج في الموسم، أيام الحج للخليفة فقط أو أمير الحجاز. جازت الجمعة بمنى في الموسم، كأنه أراد بقوله وجازت الجمعة بمنى في الموسم، أراد أن الجمعة في منى لا تقام في غير الموسم، في غير أيام الحج، يعني لأنها بذهاب أيام الحج يزول عنها اسم المصري. ومن شروط صحة الجمعة المصر. وجازت الجمعة بمنى في الموسم للخليفة أو أمير الحجاز، لا أمير الموسم، لأنه يلي أمر الحاج لا غير. أمير الموسم الذي يرسله الخليفة
هذا يلي أمر الحاج فقط لا غير عند أبي حنيفة وأبي يوسف. قالوا إلا إن أذن له الخليفة بإقامة الجمعة فحينئذ يقيمها، فحينئذ يقيمها. وقال محمد لا تصح بها، بها يعني أين منى، لأنها قرية. وقال سيد أبو حنيفة وأبو يوسف تتمصر يعني تصير مصرا، تتمصر تتمصر في الموسم في أيام الحج. طيب قد يقول قائل ما دامت تتمصر، ما دامت منى تتمصر، لماذا لا تقام فيها صلاة العيد؟ قال لا تقام فيها صلاة العيد، هذا من باب التخفيف على الحجيج، لأنهم مشغولون في ذلك اليوم في اليوم الأول بمناسك الحج، عندهم رمي وعندهم نحر وعندهم حلق وعندهم ماذا، عندهم طواف الإفاضة، عندهم شغل كثير في ذلك اليوم، فلذلك يخفف عنهم فلا تقام صلاة العيد. فإذا عدم إقامة صلاة العيد في منى لا يدل على عدم تمصرها. قال وصح الاقتصار في الخطبة، يعني خطبة الجمعة صح الاقتصار على ذكر خالص لله تعالى، لاحظ ذكر خالص، فلو قال أستغفر الله الخطيب ما تكون هذه خطبة، لأن ذكر هي ولكنها ليست خالص، هي دعاء هذه اللهم اغفر لي. أما لو قال لا إله إلا الله هذا ذكر خالص ونوى بها الخطبة وقعت خطبة. قال نحو تسبيحة أو تحميدة أو تهليلة أو تكبيرة، لكن مع الكراهة يعني التنزيهية، مع الكراهة التنزيهية لترك السنة عند الإمام. السنة أن تكون الخطبة ذكرا طويلا، وقال الصاحبان لا بد من ذكر طويل يسمى خطبة وأقله قدر التشهد إلى قوله عبده ورسوله، حمد وصلاة ودعاء للمسلمين. في الحقيقة أحبابنا نحن لا نحتاج إلى خطب طويلة فيها تكرار، أحيانا تسمع، والله يا أحبابنا أحيانا أسمع خطبة خطيب ساعة يتكلم ساعة ولا يأتي بحديث واحد، بحديث واحد، ويبخل علينا بذكر الآيات، فيبدأ بآية من آيات القرآن وإن تعطف علينا يأتي في ثنايا الخطبة بآية أو بجزء من آية، وما عدا ذلك يريد أن يبين لنا ويظهر لنا فصاحته وبلاغته وغير ذلك. هذا خلل، هذا والعياذ بالله خلل. الخطبة لا تقوم إلا على النص القرآني والأحاديث، خطبة خالية من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن تكون ملأة بالأحاديث والآيات القرآنية وأقوال الصحابة وأقوال السلف، كي تكون لها التأثير والأثر المفيد والنافع والإيجابي في نفوس المستمعين، وإلا كلام أحادنا أحبابنا لا نور له. الكلام الذي له نور هو كلام الله عز وجل، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام خير القرون الأولى، كلام السلف، هذا كلام له نور إذا ما نطقت به خرج من فمك، وإن كنت مظلما خرج له نور، فيتجاوز فيدخل قلوب الناس فينتفعون به، فإن لم ينتفعوا 100% ترك أثرا في نفوسهم. وله لسيد أبي حنيفة يعني دليله قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، سمى الخطبة ذكرى من غير فصل بين كونه ذكرا طويلا يسمى خطبة أو لا. ولقضية عثمان رضي الله تعالى عنه
لما قال الحمد لله فأرتج عليه. طبعا هذا الخبر عن سيدنا عثمان غير ثابت، مذكور في كتب الفقه فقط، خال من الإسناد، بلا إسناد. ثم نزل وصلى بهم ولم ينكر عليه أحد منهم، فكان إجماعا منهم. باب سنن الخطبة الآن، بيان سنن الخطبة. قال وسنن الخطبة التي في ذات الخطيب، في ذات الخطيب، والتي في نفس الخطبة أيضا 18 شيئا، بل يزاد عليها، يعني 18 ونيف. فمن السنة أن يكون جلوس الخطيب في مخدعه عن يمين المنبر أو جهته، لابسا السواد أو البياض. هذا من السنن يعني المتعلقة بالخطيب. ومنها الطهارة حال الخطبة، فلو خطب خطيب الجمعة الخطبة وهو محدث غير متوضئ أو كان جنبا جازت خطبته، ولكنه إن تعمد ذلك فيكره له، إن تعمد ذلك يكره له. حتى قالوا إذا خطب الخطيب خطبته وبعدما انتهى تذكر أنه احتلم وأنه على جنابة، قالوا يذهب يغتسل ويستحب له أن يعيدها. إذا يذهب يغتسل ويستحب له أن يعيد خطبة الجمعة. ومنها الطهارة حال الخطبة لأن الخطبة ليست صلاة، وإنما هي ذكر كسائر الأذكار، والمحدث والجنب كلاهما لا يمنع من الذكر. قال ولا كشطرها، وكذلك خطبة الجمعة ليست كشطر، لأنها ليست صلاة ولا كشطرها، يعني وكذلك هي ليست كجزء من صلاة، بدليل أنها تؤدى إلى غير جهة القبلة، يكون الخطيب مستدبرا القبلة ومستقبل الناس ولا يفسدها الكلام، فهذا دليل على أنها ليست صلاة ولا شطر صلاة، وبهذا لا تحتاج، لذلك لا تحتاج إلى طهارة لا من الحدث الأصغر ولا من الحدث الأكبر. وتأويل الأثر، وتأويل الأثر، يقول الأثر هو الوارد هو الخطبة كشطر الصلاة، ومقتضاه، مقتضى هذا الأثر أنها قامت، أن الخطبة قامت مقام ركعتين من الظهر كما قامت الجمعة مقام ركعتين من الظهر. هذا معنى إيش؟ الخطبة كشطر الصلاة. قال وتأويل الأثر أنها في حكم الثواب كشطر الصلاة هو الصحيح، هو الصحيح، يعني كون الطهارة سنة هو الصحيح. إذن هو الضمير هنا أحبان الضمير راجع إلى ماذا؟ إلى كون الطهارة سنة، هو يعني كون الطهارة سنة هو الصحيح. رابعا وستر العورة للتوارث، كذلك قالوا من سنن الخطبة ستر العورة، وهذا بالاتفاق، وهذا بالاتفاق. هنا لابد أن نميز بين أمرين، وهما أن ستر العورة وقت الخطبة سنة، مع الثاني وهو مع أن ستر العورة فرض، فكون ستر العورة فرضا لا ينافي كون ستر العورة سنة في الخطبة، واضح؟ فالإنسان ليس من الضروري إذا انكشفت عورتك أن يراها الناس، يعني قد تنكشف عورة الخطيب وهو يخطب وهو مستور في المنبر مثلا دون أن يراه أحد، فهل هذا يؤدي إلى بطلان الخطبة أو فسادها؟ قال لا، لأن ستر العورة في الخطبة أثناء الخطبة هو سنة. قال إذا كان الجلوس على المنبر
إذا عفوا وكذا الجلوس على المنبر قبل الشروع في الخطبة، قبل الشروع في الخطبة يعني يجلس على المنبر. وقالوا يعني الفقهاء هل الجلوس على المنبر قبل الشروع في الخطبة، هل الجلوس على المنبر قبل الشروع في الخطبة هل هو للاستراحة أم هو للأذان؟ هو للاستراحة أم للأذان؟ نعم، فإن كان للأذان، انتبهوا أحبابنا، إن كان للأذان فلا يسن الجلوس على المنبر قبل الشروع في الخطبة في صلاة في خطبة العيد، لأنه لا أذان بين يديه. وإن كان للاستراحة فيسن لخطيب العيد أن يجلس قبل أن يبدأ بالخطبة. إذن نعيد فنقول: من سنن الخطبة الجلوس على المنبر قبل الشروع في الخطبة. الآن نقول: اختلف الفقهاء في سبب هذا الجلوس، هل هو للأذان بين يدي الخطيب أم هو للاستراحة كي يستريح الخطيب يأخذ أنفاسه قبل الشروع في الخطبة؟ إذا جعلنا الجلوس للأذان بين يديه فهذا الجلوس لا يسن في خطبة العيد، أما إذا جعلنا هذا الجلوس للاستراحة فيشرع هذا ويسن لخطيب العيد أن يجلس قبل الشروع في الخطبة. قال: والأذان بين يديه، والأذان بين يديه جرى به التوارث، يعني توارث العلماء عن العلماء هكذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو المسلمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان بين يدي الخطيب، كالإقامة بعد الخطبة كذلك، ثم قيامه بعد الأذان في الخطبتين، يعني يخطب وهو قائم، يسن أن يخطب الخطيب يوم الجمعة وهو قائم، وكذلك خطبة العيد يسن أن يخطب وهو قائم. فلما نقول يسن أن يخطب وهو قائم، فلو قعد جاز ولكن مع الكراهة. ثم قيامه بعد الأذان في الخطبتين ولو قعد فيهما في الخطبتين أو في إحداهما أجزأ وكره من غير عذر، وإن خطب مضطجعا أجزأ. وإذا قام يكون السيف بيساره متكئا عليه في كل بلدة فتحت عنوة، يعني قهرا فتحت بالسيف، في كل بلدة فتحت بالسيف يتكئ الخطيب على السيف. ليه؟ قال: ليريهم أن هذه البلدة أنها فتحت بالسيف، فإذا رجعتم عن الإسلام فذلك باق بأيدي المسلمين يقاتلونكم به حتى ترجعوا إلى الإسلام. ويخطب تفضل يا شيخنا. هنا قال: كالإقامة بعد الخطبة، هل تكون الإقامة قبل ما نزل الإمام من المنبر؟ لا، هي الإقامة كغيره، يعني كذلك الإقامة بين يديه، بين يدي الخطيب الإقامة، أن يقف الإمام، أن السنة عندنا مولانا أن يشرع الإمام بالصلاة الجماعة، وإذ قيل قد قامت الصلاة. قال: ويخطب بدون السيف، بدونه أي بدون السيف، في كل بلدة فتحت صلحا، ومدينة الرسول صلى الله عليه وسلم فتحت بالقرآن فيخطب فيها بلا سيف، ومكة فتحت بالسيف، ويسن استقبال القوم بوجهه، يعني أثناء الخطبة يستدبر القبلة ويستقبل الناس كما استقبل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ويسن بداءة الخطبة بحمد الله بعد التعوذ في نفسه سرا والثناء عليه على الله بما هو أهله سبحانه،
والشهادتان والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إيش أبدأ بها الخطبة، والعظة بالزجر عن المعاصي والتخويف والتحذير مما يوجب مقت الله تعالى وعقابه سبحانه، والتذكير بما به النجاة. يعني مهمة الخطيب تكون بالوعظ والإرشاد بين ترهيب وترغيب وترغيب وترهيب. ولا بد للخطيب، يعني أنا دائما كنت أحث بالخطبة، بالخطبة الأهم شيء أن وحدة الموضوع، أن يكون الموضوع واحد في الخطبة. لا تتكلم أثناء الخطبة بعشرين موضوع، تبدأ بموضوع تنتقل من موضوع إلى موضوع إلى موضوع إلى موضوع، فلا يفهم الناس ماذا قال الشيخ. فالذي أراه وكنت دائما أفعله أو غالبا أفعله، إما أن أقسم الخطبة الأولى أتكلم عن نقطتين، النقطة الأولى عن مشكلة تحصل في الحي الذي أنا فيه، مشكلة إسلامية عامة في المجتمعات الإسلامية، مشكلة في الدولة التي نحن نعيش فيها مثلا، أتكلم ثم أنتقل إلى موضوع ثاني فيه وعظ وأرشاد. أو كنت أخطب الخطبة كلها في موضوع معين أختاره مثلا في مناسبة ما، ثم الخطبة الثانية أجعل فيها شيئا من الوعظ والإرشاد والتذكير. ولعلني ذكرت لكم سابقا، مكثت في فترة من فترات لسنوات، سنة سنتين أو ثلاثة، وأنا أعلم الناس أحكام الفقه، أحكام الصلاة وأحكام الطهارة وأحكام الصيام، الزكاة والصيام وأحكام النكاح، أحكام الطلاق كاملة علمتها للناس على المنبر، أحكام الطلاق. وبعد ما علمت الناس أحكام الطلاق على المنبر، والله يا أحبابنا كثر الذين جاءوا إلي يظهرون لي الفتاوى الباطلة لبعض أدعياء العلم، الفتاوى الباطلة لبعض أدعياء العلم. فالواجب على الخطيب أحبابنا، وهذا ينبغي أن تركزوا عليه، أنت ينبغي أن تحول الناس الذين يسمعون خطبتك، أن تحولهم من كونهم عوام إلى كونهم طلاب علم. حبب إليهم العلم، حبب إليهم أن يسمعوا وأن يحفظوا وأن يراجعوا وأن يطالعوا، حبب إليهم ذلك. وبذلك إن استطعت أن تحول هؤلاء العوام إلى، لا أقول طلاب علم 100%، إلى جزء من طالب علم، يعني نسبة طلب العلم فيهم يكون 5%، يعني أن يجعل من وقته كل يوم ساعة، تكن بذلك قد يعني أنجزت إنجازا عظيما. قال: وقراءة آية من القرآن لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في خطبته: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، والأكثر على أنه يتعوذ قبلها، يعني قبل الآية. فعن يقول، انتبه، يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وحذاري أن تفعل فعل كثيرين يقولون قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا خطأ فاحش نبه عليه ابن عابدين في حاشيته. فلما أنت تقول قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ماذا يعني؟ يعني أن الله استعاذ من الشيطان الرجيم قبل أن يقول هذه الآية. وحاشا لله عز وجل، هل يستعيذ الله عز وجل يلجأ إلى أحد هربا وفرارا من الشيطان؟ ولا يمكنك أبدا أن تؤول تأويل صالح. يعني إذا قلت مثلا قال الله تعالى بعد قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كذلك لا يوجد وجه. فلذلك تقول أنت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى. أما أن تقول قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا خطأ وقع به كثير، حتى يعني ممن هم يشار إليهم بالبنان، لا أريد أن أذكر أسماء، أنا سمعت حتى يعني
تأتيني مقاطع عن بعض الشيوخ يقعون في هذا المطب، وقد نبه لذلك ابن عابدين رحمه الله تعالى في حاشيته، وجعل في الحاشية مطلب سماه مطلب، هكذا سماه مطلب في الاستعادة أثناء الخطبة أو نحو ذلك، لبيان أهمية هذا الموضوع. إذا والأكثر على نعم. إذا قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستمر مثلا، هل هذا خطأ؟ هو لم يتعمد المعنى الذي ذكرناه، ولو أراد المعنى الذي ذكرناه لكفر. تمام شيخنا؟ مثلا أعطيك مثال. كيف يقول سيدي؟ نعم؟ كيف يقول إذن سيدي؟ يقول هكذا، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى. ما شاء الله بارك الله فيك. يعني أعطيك مثال الآن، أعطيك مثال من نص القرآن الكريم مثلا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. في سورة ياسين الآية هي هذا، قل الشاهد في سورة ياسين يقول فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. هنا فلا يحزنك قولهم، هنا الوقف لازم، فلا يحزنك قولهم، نقف، هذا الوقف لازم. إن يعني الله جل وعلا يتحدث عن ذاته، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. فإذا وصلتها فلتقول فلا يحزنك قولهم إنا نعلم، فيظن السامع إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون هي مقول القول للكفار، وليس المراد كذلك، وليس المراد كذلك. فإذا أحيانا ظاهر الكلام، لذلك قال العلماء هنا وقف لازم، لازم لغوي طبعا وليس لازم شرعي، لا يوجد في القرآن وقوف لازم شرعي بحيث لو أنك وصلت أثمت، لا يوجد في القرآن هذا، هذا يسمى العلماء وقف لازم لغوي معنوي وليس شرعي. فهنا أقول فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، فلو وصلت فقلت فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، هذا الوسط يفهم منه معنى خاطئ، وكذلك هنا. تمام أحبابنا؟ ما شاء الله سيدي، هذا مثال من جملة نفية أظن سيدي. كيف؟ طب نحو يمنى بالجملة استنافية، يمثلون بالجملة استنافية بهذه الآية، ليس يعني من المقول قول. تمام، ليس مقول قول. تمام، فهذا كذلك لما يقول الآن هو بعد قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو لم يقصد هذا المعنى الذي ذكرناه سابقا. طيب بارك الله فيكم سيدي، سلمتم، أكرمكم الله. قال والأكثر على أنه يتعوذ قبلها ولا يسمي، يعني لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم إلا أن يقرأ سورة كاملة فيسمي أيضا. عند الشافعية يسمي، عند الشافعية لو قرأ آية يقول قبلها بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا سمعت خطيبا يأتي قبل الآية بالبسملة فلا حرج عند الشافعية في ذلك. قال ويسن خطبتان للتوارث إلى وقتنا، لاحظ قال يسن خطبتان، لو أنه خطب الخطيب خطبة واحدة وما قعد بينهما ما الحكم؟ صح، ولكن يكره لأنه ترك السنة. ويسن خطبتان للتوارث إلى وقتنا، طبعا لا يتعمد ذلك. من تقريبا شهور كنا نصلي في المسجد في جامع، وكان الخطيب يعني متمكنا خطيبا مفوها، ونشم منه رائحة الإخلاص والتقوى والصلاح، ولا نزكي على الله أحدا. سبحان الله، نسي أن يقعد بين، هو مالكي المذهب، نسي، فلما نزل من المنبر وصلى الجمعة صار الناس يعني يتكلمون، فوقف وقال للناس تصح الخطبة على مذهب الإمام أبي حنيفة، السنة أن تكون خطبتان. لاحظوا أحبابنا، عندما الإنسان يكون طالب علم موسوعي اطلع على باقي المذاهب ينتفع بذلك، ولكن إياك أن تنتقل
لتتعلم مذهب الآخر قبل أن تتمكن من المذهب الذي أنت تعبد الله به. قال: ويسن الجلوس بين الخطبتين جلسة خفيفة، وظاهر الرواية مقدار 3 آيات، أن تكون الجلسة هذا مقدار 3 آيات. الإمام الطحاوي قال: بمقدار ما تلامس المقعدة الأرض، يعني هكذا مباشرة. وظاهر الرواية أنه بمقدار 3 آيات، يعني بمقدار ما تقرأ سورة الكوثر تجلس ثم تقوم. ويسن إعادة الحمد في الخطبة الثانية، وإعادة الثناء وإعادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كائنة تلك الإعادة في ابتداء الخطبة الثانية، وذكر الخلفاء الراشدين والعمين مستحسن، بذلك جرى التوارث. ويسن الدعاء فيها في الخطبة، أي الخطبة الثانية، للمؤمنين والمؤمنات مكان الوعظ بالاستغفار لهم. الباء بمعنى مع، أيدعو لهم بإجراء النعم ودفع النقم والنصر على الأعداء والمعافاة من الأمراض والأدواء مع الاستغفار. ويسن أن يسمع القوم الخطبة، يسن أن يسمع القوم الخطبة. إذا ذكرنا أظن في الدرس السابق أن الشرط أن يجهر بها، وليس الشرط أن يسمع أحد، ذكرنا هذا أظن في الدرس السابق. لذلك ماذا قال هنا الآن؟ قال: ويسن أن يسمع القوم الخطبة. قال: ويجهر في الثانية في الخطبة الثانية دون الأولى، وإن لم يسمع أجزأ، يعني أجزأ عن، يعني بمعنى صحت أو أجزأت هذه الخطبة عن كونها شرطا لصحة صلاة الجمعة. هذا معنى إيش؟ أجزأ. وإن لم يسمع أجزأ كما في الدراية. قال: ويسن تخفيف الخطبتين. قال ابن مسعود رضي الله عنه: طول الصلاة وقصر الخطبة مئنة من فقه الرجل، يعني علامة تدل على فقه الرجل. إذا أخذنا مفهوم المخالف الآن، طول الخطبة وقصر الصلاة علامة على جهل الرجل، فلذلك ينبغي أن نراعي هذا الأمر، أن تكون الخطبة قصيرة يفهم الناس شيئا ما فيخرجون من المساجد وقد وعت عقولهم وحفظت قلوبهم ما ذكره الخطيب بقدر سورة من طوال المفصل كذا في معراج الدراية، ولكن يراعي الحال بما هو دون ذلك، فإنه إذا جاء بذكر وإن قل يكون خطبة. ويكره التطويل، يكره التطويل من غير قيد بزمن في الشتاء لقصر الزمان، وفي الصيف للضرر بالزحام والحر، فيكره أن يطول الخطبة. وترك شيء من السنن كذلك يترك، يكره ترك شيء من السنن التي ذكرناها وبيناها. ثم قال: ويجب، يعني يفترض السعي. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.